أخرجت لجنة قضاء حقوق الإنسان الدولية المعنية بإثيوبيا تقرير يوضح أن تم ارتكاب جرائم في حق شعب تيغراي من قبل الجيش الإثيوبي، والتي بدورها الحكومة الإثيوبية نكرت التقرير ومصداقيته، وهم يقولون أن التقرير يظلم الحكومة الإثيوبية، ولا ينسى ما كانوا يعملونه لعرقلة أعمال اللجنة في عمل تحقيقات لكشف ما كان يحصل في تيغراي. ياو خمسة فلات ياو منجس إثيوبيا خم جمرات حزو زقوان زي حيصار. كما يعرف أن الحكومة الإثيوبية عملت الكثير لكي لا يتم كشف الجرائم التي ارتكبت في حق شعب تيغراي وعرقلت التحقيق التي كانت سوف تجرى في تيغراي، ولكن رغم كل ذلك قامت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعني بإثيوبيا بعمل تقرير بجميع الطرق الممكنة بجمع معلومات من القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي رغم العراقيل المتواصلة من طرف الحكومة الإثيوبية، واعتراف الحكومة الإثيوبية أيضا بأن قد حصل بعض من الانتهاكات من قبل قوات الجيش الإثيوبي وسوف يتم محاسبة المرتكبين. وما زالت الحكومة الإثيوبية تحاول أن تلفت الأنظار بفتح الحرب مرة أخرى وتغطية أعمالهم الإجرامية. نظروا على التقرير قالوا ديل ملاكين بتاع إثيوبيا براو التقرير قال خزب قال برضو نحنا دايرين سلام برضو أول مبارح دروا بالدرون برضو يعملوا قاعد حسا كمان حرب برضو حسا في حرب حرات منقصات يا عاملين له. المجتمع الدولي الآن أصبح متأكدا أنه تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات كثيرة في تيغراي، ولكن الحكومة الإثيوبية والتي هي حزب الازدهار لم تتقبل هذا التقرير الذي صدر من قبل لجنة حقوق الإنسان، وإذا تم قبول هذا التقرير الوارد سوف يجرم الحكومة الإثيوبية. وقالوا أن على لجنة خبراء حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة الإثيوبية لإيقاف الحرب وأن لا يرتكب الجيش الإثيوبي جرائم كما ارتكبوها في السابق. يجب على العالم أن يوقف الحرب، وشعب تيغراي لا يريد إلا السلام. وعلى المجتمع الدولي أخذ إجراءات على ما يتم فعله في تيغراي، لأن الآن بدأت الحكومة الأثيوبية بشن حرب على إقليم تيغراي مرة أخرى، وسوف ترتكب جرائم أخرى كما ارتكبت في المرة السابقة في حق شعب تيغراي. وعلى لجنة حقوق الإنسان أن تركز على التقرير التي أخرجت منهم وأن يضغطون على الحكومة الإثيوبية لإيقاف الحرب التي تم شنها على إقليم تيغراي مرة أخرى. صح نحن دايرين بس الحرب ما دايرين، العالم لازم يعرف يوقف على الحرب. ناس كثير قاعد يموت، قاعد برد حسا قاعد يموت، عشان كده نحن دايرين سلام، برد حسا دايرين سلام، الشعب بتاع تيغراي كله دايرين سلام ما داير حرب. شعب تيغراي شعب واعي ويدرك أن الحكومة الإثيوبية أنها سوف تقوم بنكر التقرير الذي يجرمهم، لكن شعب تيغراي لا يريد إلا السلام.